فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا السائل، يقول بعض الإخوة في هذا المسجد يقول يستخدم الأوراق المعدة للأسئلة لتسجيل الفوائد والتعليقات التي تذكرونها، يقول هل فعلهم هذا صحيح مع أن الأوراق كتب عليها أنها مطبوعة لأجل الأسئلة وعلى نفقة فاعل خير؟ هذا جواب عندك أنت المسؤول عن الأوراق هذه، إن سمحت لهم ما يخالف، وإن ما تسمح لهم هو ما يجوز. نعم.